السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كيمشيوش. الله يحفظكم الخوت، والله يحفظني حتى انا معكم، يحفظ وليداتنا وليدات جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله كيف العادة، اليوم السبت الخوت، وهذه الساعة بالضبط راه جيت ما نكذبش عليكم، جيت نعست. هذه 12 و6 دقائق، واخا تكون مقلوبه راه ما نخافش عليكم، راه هي 12 و6 دقائق. اليوم 11 في الشهر، راه هي سامدي 11 في الشهر. هذه 12 و6 دقائق، باقي ما وكلتش الحمام، لان جميع ديال الحمام الخوت ما عندنا حتى العشيه، ما بين الـ5 و6 العشيه. هذه اول حاجه. شوف الناس، حنا غادي نشوفوا التسجيل كيف قلنا ديال الجمعيه السلويه، ونشوفوا ديال هذه اللي سمات راسها الفيدراليه. شوفوا هاد الاعضاء شنو كيديروا ديال الجمعيات هادي، شنو كيديروا، ونشوفوا الخوت غنديروها مقارنه، وانتم حكموا. راه كاين اللي مصيفط كدا و30 حمامه وما جاتو حتى حمامه. واحد راه بلا ما نذكروا الاسم مصيفط 33 حمامه بطال في الطاويل الممتاز، 33 حمامه اللي مصيفط، مدخل حمامه وحده، ويمكن حتى النهار الثالث ولا الله اعلم، حمامه وحده اللي مدخل من 33. الله يعطيكم الصحه الخوت، الله يعطيكم الصحه، الله يحسن. تا ما علينا، الخوت غادي نفرقهم، لان راه حليت لهم، لقيتهم، لقيت الحميمات الذكور والاناث بحال الكوك تقريبا، بحال نقولوا لقيتهم. غادي نقسم الحميمات وانا معاكم، والله يرحم الوالدين. والريح اليوم الخوت راه معاون، اللي الريح راه جي عندنا لهنا، جي من كازا جي لهنا، نتمنوا تجي شي حميمه يا ربي امين، شوكيه ولا الدفليه ولا اللي بغات تجي تجي. وواحد الكومونتير قريته البارح ماشي ما عجبنيش، وانما كل واحد عنده الراي ديالو. على واحد قال لي على الشوكيه ديال داك المطلق زعما ديال بكره اللي صيفطتيها، انا كنقول لك اخويا ما غاديش نصيفط لك ميساج، انا نهضر معك عبر منبر اليوتيوب، نقول لك اخويا هذيك بيني وبينك ديالاش، حنا ماشي كنعيبو، حمامه زوينه هذيك، حمامه زوينه ماشي كنعيبوها، غير انها الخويا العام اللي فات لعبات معايا المطالخ كاملين وما ديكلاراتش. بيني وبينك هاد العام، العام الثاني ديالها لعبات الفيتاس ما ديكلاراتش، لعبات الدومي فو ما ديكلاراتش، اللهم نصيفطو للطاويل الممتاز تقدر ديكلاري، الله اعلم. هادشي اللي درنا في بالنا، وليني لسوء الحظ هادوك الناس ما تهلاوش لينا في حمامنا، هذا هو الاساس. الحمام مرتاحش، بقى غادي وكناخذو فيه بحال الا عطيناك بيدوزه ديال الحليب، بديتي كتنخدا غتولي لبن، ما غتبقاش حليب. داكشي اللي وقع للحميمات، ما خداش الراحه ديالو، ما كلاش مزيان، ما شربش مزيان، ثلاثه العوامل. والله يهدي ما خلق، هذا ما كان، هذا الشيء اللي كاين اخويا. وهي شوف من ناحيه هذه الولاعه، ما خصكش تبدا تربي لك، بدات تبقى تقول لي هذه زوينه، راه الحمد لله كاين الحمام، نفرخو ونجبدو الحمام، ما احسن من ذاك الحمام اللي ضاع. واخا حمام اللي ضاع حتى هو حمام ممتاز، نجبدو ما احسن منه باذن الله، وراه ربي كيسهل ابار الحمام، فهمتي؟ غير كون زوين مع الله، بينك وبين نفسك وبينك وبين الله، يعني ما تبينش للبشر، ما تصورش، بينك وبين اللي خلقك، ديك داكشي اللي كيقول لك ربي، والله ما تخاف، ربي غادي يرزقك من غير الحمام. الا كنتي انت غير غتصور حمامه كاع هي ديكلاريتيها بشحال غتبيعها ب 3000 درهم، ربي غيصور يجيبك 3000 درهم على الطريق حاجه اخرى، يعني فهموني. هادشي اللي كاين الخوت، ما نزيدش نطول عليكم، غادي نقسموا الحميمات، غادي نعزلوا النتيوات بوحدهم والذكور بوحدهم، ونعطيهم الاكل ديالهم. وكيف العاده الله يرحم بكم الوالدين، الحمد لله راه فرقنا الذكور والاناث بالنسبه للاكل، ما نكذبوش على الله الخوت، في الاكل اللي عطيناهم البارح راني خبيتو، هو اللي غادي نعطيهم دابا ان شاء الله، الاكل ديال البارح هو اللي غادي نعطيهم. كيف لاحظتوا راه 12 هادي، باش يلاه الحمام ياكل لينا الخوت مزيان ان شاء الله، نعطيهم بعدا الاكل. وبالنسبه للماء راه عطيتهم بالغازول ديال البارح، داك الماء اللي كان باقي شايط ليا في الشرابه هو اللي عطيتهم. حنا غادي نطلقوا الاناث ان شاء الله. دخل 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 دخل، واحد جوج ديال الذكور الخوت هانتوما، حيت هادو كان داخل هذاك عند النتيوات، هذا جا لقى الوكر ديالو دغيا عمر، هو كيدابز مع ذكر اخر ماشي مشكل. كيف قلنا الحمد لله اللهم بارك، ها هو شوف شوف الخوت منوضينا صباط، هاد الذكر مقع عليه الحمد لله. كيف قلنا الامور طيبه. بالنسبه للماء عطيناهم بالغازول الخوت، اللي شاط ليا البارح ما نكذبوش على الله، واليوم ان شاء الله في العشيه من بعد ما غادي غندير لكم فيديو الخوت في ان شاء الله، نشوفوا الاجواء باذن الله، غادي نشوفوا الاجواء جمع الحمام ان شاء الله ديال هذا المطلق. المطلق الخوت راه ماشي الشاطئ الابيض، راه نقصوا لينا عاوتاني، راه داروا لينا 3 الخصاص، كنا غادي نلعبوا 680 كيلومتر، رجعنا
رجعنا ل 590. هادشي اللي كاين الخوت راه 590 اللي غادي يلعبوا ان شاء الله 590 كيلومتر. وشو شحال نقصوا لينا؟ واحد اخر يقول لك لصالح الحمام، الناس راه ما طالقين تلقوا اليوم، الناس ديال كازا راه تلقوا قلميم. علاش حنا ما يطلقوش لينا قلميم؟ غير علاش ما يطلقوش لينا قلميم؟ راه الا جيتي تهضر في الحق حيت كاين بزاف ديال الانتقادات، يعني المنتقدين راه كاين بزاف. غير قول شي حاجه ضروري ما كاينش اللي غادي يقولها فيك زوينه الا من رحم ربي. هادوك الناس اللي كيخافوا الله هما اللي غادي يمشيو معاك في الحق. اما كاينين بعض الاخوان الله يسمحهم ديما تجعريف، ديما كيبغيو يبينوا راسهم هما فاهمين وانت ما فاهمش وانت مكلخ وهذا. ولكن راه كل واحد كيخلصوا الله عز وجل، فهمتي؟ كل واحد كيخلصوا ربي على قد نيته. هذا ما كان يعني الخط، حنا راه غادي يطلقوا لينا 590 كيلومتر، ما وصلش 600، ما وصلش من بعد ما لعبنا 490 ياك 490 الخط 490 كيلومتر اللي غادي يهزوا لينا 590. ثلاث الخصاص حنا ما كرهناش كون طلقوا لينا قلميم، كون طلقوا لنا 620 ولا 640 مزيانه قلميم نعاودوا ونتسمى عاودنا قلميم، وماشي لعبنا قلميم وغادي نرجعوا للتحضيري. راه هادشي هذا راه شنو نقول لكم، هادشي هو كيبين على الثقافه وكيبين على المستوى ديال هاد الفيدراليه. والله العظيم انا كنهضر على راسي، انا كيف عارفين ان الخوت ما كنافقش وما كنزوقش. راه هاد الفيدراليه الناس اللي فيها غير كفء، راهم كلهم ماشي كنقولوهم كلهم باقين شباب باقين صغار، يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي تلقاه قديم في الاولى عنده 20 عام ولا راهما يمكن في عمرهم 20 عام، عنده 20 عام ولا عنده 30 عام في الاولى، يعني عارف راه تلقاهم داخلين غا سنطيحه. نهضروا في الواقع لان هادشي هذا ما كيبشرش بالخير. كنهضروا على هاد الناس ديال الفيدراليه، تلقاهم والله العظيم الا تلقاهم داخلين غا سنطيحه. حنا راه لعبنا عودوا بلا مقولت، انا نهضر على راسي وكاينين الاخوان كاين اللي كيشهدوا عليا هنا في مدينه سالا. كيف قلنا الخطره لعبت فاش كانت الجمعيه ديال سلا فيها جوج جمعيات فقط، جوج جمعيات، والجلود الا ما خفت نكذب راه باقين عندي هنا اللي ما خفت نكذب. الجلود كنا كنلعبوا بالجلود، راه كاين هاد الناس هاد الجدد دابا هادو اللي داخلين هاد المكاتب وهذا، كاين اللي ما كيعرفش الجلده شنو هي. كتقول لي الجلده عند بالو هي التيكيت. الجلده علاش حيدوا الجلده وداروا التيكيت؟ اول حاجه الا تعطلت الحمام كتقطع الجلده كتمشق، الارقام كيغبروا، هذه اول حاجه. ودوزيام حاجه اللي هي العامل الاساسي وهي الجلده كانت غاليه الخوت. راني كنت كنلعب في المستقبل، جمعيه المستقبل، كانوا جوج جمعيات في سلا، كنت كنلعب جمعيه المستقبل وكانت كتجينا الجلده غاليه لدرجات والله الذي راه ربا سوا ما نكذب عليكم. والرئيس ديالها اللي هو ليرا رينور الدين راه باقي في الحياه، باقي ما ماتش. ليرا رينور الدين راه ولد حي بيئات هنايا، راه هو يجهد بها، راه كان كيقول لنا حيدوا لنا الجلود ورجعوهم ليا في العود ديال الجمعيه انها تمشي تشري الجلده. ما عرفت بشحال كتشريها، يعني كانت ديك الساعه غاليه. كيقول لك الجلود منين يجي الحمام كنحيدوا الجلود، مثلا صيفط 40 حمامه جاتني 40 كنحيد ديك 40 جلده وكنديها ليه. وباش علاش؟ باش نخدموا بها المطلق الجاي. والله العظيم الخوتي هادشي اللي كاين، باش نخدموا بها المطلق الجاي. وهي غاده تال تما كيفاش بتاكروا هاد القضيه ديال التيكيت، وخرج التيكيت، التيكيت رخيص، التيكيت لقاوه رخص من الاخر. والله العظيم الا كذبت عليكم ما تسمحوش لي الخوت اليوم البعث. انا كنقول لكم داكشي اللي عشتو، التيكيت تا لدرجه انهم الصنع الاول خرجوا واحد التيكيت دغيا كيتمسح كدوز غير يدك على التيكيت. راه كنهضر مع الناس القدام في الولاعه راه غادي يعرفوها، الناس القدام في الولاعه راه غادي يعرفوها. التيكيت الاولاني يعني الخوت اللي خرج واحد التيكيت كتقيسو، غير كتقيسو كيتمسح الارقام كيتمسحوا، وخدمنا بهم وشحال واحد كتجي الحمامه فيها التيكيت ولاني الارقام ما باينينش وطلع لينا الدم وسير وسير. من بعد عاد خرجوا واحد التيكيت بحال زلق بحال ملس بحال فيه الميكا من الفوق، بحال تقول انه الارقام ومصبوغين، مصبوغ بواحد بحال بلاستيك بحال الفيرني بحال هكاك، مابقاش كيتمسح. يعني الحمامه واخا دوز في المطلق حتى سيمانه حتى 10 ايام حتى شهر كتجيب التيكيته ديالها، واخا تفزق واخا يوقع لها اللي وقع ما كتضيعش ديك الحمامه، كيبقى التيكيت هو التيكيت. متفقين؟ التيكيت كيبقى هو التيكيت. هذا ما كان. ايه والله يهدي ما خلق هادشي اللي نقولو، سمحوا لي الخوت فيا الهضره بزاف، وانما كنقول لكم اللي كنتقلد بها امام الله. لان هي دابا جنازه عندنا في الحومه، يعني مات واحد السيد مسكين الله يرحمه الله يجعله من اهل الفردوس الاعلى، هو وجميع اموات المسلمين يا ربي ترحم. اللي توفى من الوالده ديالي والوالد وخوتي، واللي توفى يا ربي ترحمه وتجعله من اهل الفردوس الاعلى. والله لا تحرمنا ولا تحرمهم من النظر الى وجهك العزيز يا الله، اللهم لا تحرمنا ولا تحرمهم من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي امين يا ربي امين.
يا ربي امين، وما تحرمناش من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى باذن الله. حنايا وانتم جميع المسلمين، انا كملي كدعي لشي حد خصك تدعي له وجميع اموات المسلمين. ما تبغيش الخير راسك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيقول امتي، ما باغي ما هو ما كيفكرش في راسو، كيفكر في الامه ديالو. يلا الخوت، الله يرحم لكم الوالدين، وسمحوا لي الله يرحم لكم الوالدين الا طولت عليكم. انا غادي نمشي نقلب على داك الجلود نشوف واش باقيين عندي هنا ولا هبطتهم لتحت. الله يرحم الوالدين. بالنسبه للاناث الخوت كلاو ان شاء الله غادي نطلق الزغاليل، غادي نطلقهم باش يطيروا كاملين، غير شني برات بوحدهم دوك السته، غادي نطلقهم بوحدهم دوك السته ان شاء الله باذن الله، هما اللي غادي نطلق ان شاء الله. نتولعوا فيما نتوما الخوت، باش ما تقولش راني كنكذب عليكم. وقلت لكم الا كنت كنكذب عليكم في هذه القناه ما تسمحوش ليا، الا كنت كنكذب عليكم في هذه القناه. هادو راه باقي ما وكلناهم ما شربناهم. ها نتوما راه هو انت الخوت كاع هنايا، ها نتوما خرج كاع هاد الخناشي هادو، رونت شوف القضيه عندي هنا راه مكرفصه بزاف كاع، رونت كاع هنا تنقلب على هادوك الطاسه ما لقيتهاش، غير الطاسه عقل عليها الخوت راه ما لقيتهاش. وانما ان شاء الله كان وعدكم، كيف قلنا كان وعدكم ان شاء الله اني غادي نجبدها. الريحه الخطره معاول الحمام، مره معاول الحمام مره كيدخل البحر. ان شاء الله نتمنوا شي حميمه تبان لينا اليوم، نجي الشوكيه ولا الدفليه ولا الطوبيه محروقه ولا دوك الذكوره ولا اللي جات مرحبا بها. الحميمات كلهم في البال، الله العظيم الا في البال. هذا مكان نتمنوا الخير. دابا ندخلوا الخوت الاناث، ندخلوهم وغادي نخرجوا الذكور ياكلوا باش نخليهم يرتاحوا. هما راه كلاو شبعانين صافي شبعوا، غادي ندخلهم باذن الله. الله يرحم لكم الوالدين، يلا خليكم معايا ندخلهم وانا معكم. الله يرحم الوالدين. على بركه الله الذكور حتى هما ياكلوا. بالنسبه للماء راه غير الماء اللي شاط، دخل 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 دخل، راهم باقي جيعانين الخوت كيف كتلاحظوا، غياكلوا ان شاء الله حتى يشبعوا، لان جميع الحمامه الخطره ما عندنا حتى العشيه ان شاء الله. عاد نجمعوا الحميمات، واحد الطوبيه محروقه غادي نخرجها حتى هي تاكل، لانها غادا تمشي الطوبي تا هو يخرج ياكل. خرج وليداتي خرجوا، خرجي حتى انت سيري، طوبي خرج حتى انت تاكل، خرج سير تاكل سير، حيت غادي يمشي هذا الطوبي هذا اللي خرج دابا الخوت غادي يمشي. غادي نزيدهم الاكل ان شاء الله. الخوت خليكم معايا تولعوا، انا غنزيدهم هذه الماكله اللي شاطت باش الحمام ياكل في خاطره، لانه في العشيه غادي يتهز باذن الله الا بغى الله عز وجل. وهذه الماكله راه في العشيه، عاوتاني ملي غادي نبغي نجمعهم الخوت ان شاء الله، قبل ما نجمعهم غادي نعطيهم ياكلوا عاوتاني. الحمام خصو يمشي واكل وشربان يعني شبعان، هذا ما كان. انا غادي نزيدهم باش يختاروا اللي بغاو. هاد كاين اللي كياكل غير الكاردي، كاين اللي كياكل غير الدره البيضاء، صافي. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، هذا ما كان، هادشي اللي كاين اليوم ان شاء الله. هذا هو غادي يتهز النتوى اللي ممكن نتوما كنظنش نتوما غنصيفطاش، النتوى هي اللي كانت جاتنا اخر حمامه اللي جاتنا من السماره، هي هذيك النتوى. هو تياكل الذكر، شوف هو عاد كياكل الدفلي، كيبقى تابعه في المجاري، نتمنوا انه يديكلاري في نهارو. هذا ما كان، والله المستعان الخوت، والله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت ان شاء الله مازال غادي يمشيو لدار الشباب ان شاء الله، وغادي نصوروا الاجواء تماك، وان شاء الله يكون الخير باذن الله. هذا مكان، والله يرحم لكم الوالدين. هذا هو غادي يمشي، حتى هو غادي يمشي. اما كاينش الخوت دفع عتريب، صافي ندفع عتريب ان شاء الله ونتمنوا الخير. يلا والله يرحم لكم الوالدين، نتلاقاو الخوت في جمع الحمام ان شاء الله. غادي نجمعوا الحميمات ونقول لكم شحال العدد ديال الحمام اللي جمعنا، راه ما نخبيو حتى شي حاجه. الحميمات ديالي الحمد لله راه معروفين الخوت كاع، كل شيء عارف حمامي، يعني راه كيتزاد الولد كنقول لكم هذا ولد من، وكنقول لكم اللي كاين، متفقين كنقول لكم اللي كاين، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. الحمد لله هذا ما كان. يلا هذا راه شكيت فيه غادي يمشي، هذا السحمي حيت لي الباك مانيتيك، غندبر لي على شي باك مانيتيك جديد وندخلو به. هذا السحمي ان شاء الله غادي يمشي، عقلوا عليه، هذا السحمي هو غادي نصيفطو، هذا غادي نصيفطو. يلا وتحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. الله سمحوا لي رجعت لكم. كنا خدينا الخوت هنا واحد 20 كيلو ديال البوزغيبه، راكم عارفين البوزغيبه دابا راها قليله، بغيتها على حساب البروديكسيون، وانما البوزغيبه اللي جاب لي هي هذه. حنا بغينا نعرفوا واش هذه بوزغيبه بصح الخوت ولا غير تقولب، الله اعلم. انا كنقول الله اعلم. شوف هنا هاد الحبات هادو ديال البوزغيبه، هذه هي كبيره، شوف هادو حبات ديال البوزغيبه كحله كبيره، وقارنوا لي هذه دايره بحال العدس الخوت. هما غادي نجمعهم، كاين ثلاثه الانواع هنايا، ما عرفتش هذه واش بوزغيبه ولا لا. الله يرحم لكم الوالدين، الشكر حرام، وانما خصني نتاكد. شوفوا هذه الخوت كي دايره، واش هذه بوزغيبه ولا لا، تجاوبوني الله يرحم لكم الوالدين.
هاد الخضره واش بوزغيبه اولا تقولبت، لان راه دايره 230 ريال باش تحسبها لي الكيلو. والله باقي ما خلصتهاش ليه، راه جبتها باقي ما خلصتهاش ليه. 230 ريال الكيلو باش تحسبها لي هنا 20 كيلو. ها نتوما كاينه في هاد الخضره، ها بوزغيبه، هادي بوزغيبه، هاد الخضره ما عرفتش واش فري بوزغيبه ولا لا. وكاينه عاوتاني هادي، هادي يمكن بوزغيبه، ها هي الماركه الاخرى، هي غادي نهزها لكم. اصحاب الخبره، اصحاب الحبوب، الخوت اللي كيبيعوا الحبوب الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا الاخرى ها هي، هادي منقطه الشوا، هادي منقطه، هادي يمكن بوزغيبه، هادي خضره ما عرفتش واش بوزغيبه ولا ماشي بوزغيبه. الله يرحم لكم الوالدين، حتى تخبروني، حتى تخبروني واش هادي بوزغيبه او لا. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، حنا غادي نعطيو الحميمات، كنت غادي نطيح، غادي نعطيو الحميمات دابا البروديكسيون. بالنسبه للذكور الاناث صافي وكلنا طلقنا، هذه الماكله ديال البروديكسيون باقي ما وكلتش الخوت حنا البروديكسيون، خلط لهم هذا الاكل هذا، الزريعه اللي ما كايناش الحله شي مشكل. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، هذه اللقطه هذه غتساس، راه حيدت الميكرو الخوت، خدام بلا ميكرو. بغيت نوريكم هاد بوزغيبه واش بوزغيبه ولا ما بوزغيباش. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين، نتلاقاو في السلام عليكم ورحمه الله. حنا رجعنا لكم من جديد الوليدات الخوت، كيف كتلاحظوا راه ما خليتهم يتمشوا. قربي لهم، قربي لهم، قربي لهم، اجي من هنا، من هنا باش يبانوا هاكاك. اما الوليدات الخوت بس بيهم اللهم بارك، وحنا غادي نفاكسيو شي مدابزه، كاينه الزنقه، كاينه شي مدابزه الخوت، غادي نفاكسيو داك الولد اللي كان ضعيف، راه خو هذا المطوكر هذا، هاد الثالث واحد الله لا شركه لا ثلاثه، هاد الطوبي هذا المطوكر راه خوه من الاب ومن الام. غادي نفاكسيو ونفاكسي مع جوج وليدات اخرين ان شاء الله، كيف قلنا غادي نفاكسيو مع جوج وليدات اخرين ان شاء الله، وغادي غادي نعزلو هنا، غادي نشوفو واش غادي يلعب ولا ما غاديش يلعب ان شاء الله. بالنسبه للدول الخوت راه خدينا ديال الودنين، راه خدينا الدواء باقي ما استعملتوش. يلاه جابتو لي بنتي البارح في العشيه ان شاء الله الدواء، جبتي بلاتي. ها هو الدواء الخوت اللي خدينا، هذا جوج ديال الخوت، هذه راه حتى الوالده كانت كدير الدواء، راه باقي باقا مسدوده، باقا ما محلولاش ان شاء الله. اجيو معنا الخوت ان شاء الله. خاص كان عندنا شي خاص لي يشد معنا. اجي اجي بنيتي، حيد حيد الخوت، بسم الله على بركه الله، واحد البركه غادي نفاكسيوها. شدي هي نورمالمون قلنا تتعزل، قلنا اللهم نفاكسي نفاكسيهم دابا ولا من بعد، تنبغيو نعزلوهم، نخليهم الخوت تنبغيو نعزلوهم. لا سير فاكسي، بشويه 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 عليها بشويه، ما تقلبيش دير لي بحال صافي. اجي بنيتي هكا، ها انتوما الخوت صافي، جري لي راسو، بسم الله على بركه الله. صافي تلقيت تماك وشدي خو، احطي احطي هاكا صافي، خلي شدي خو هاكا من الفوق هاكا، جري ماشي مشكل. تبارك الله راه الوليدات الخوت راه صحيحين انتوما، خليها خليها هاكا تيطلق جناحو صافي صافي. شدي ولينا شاده لي حط فوق يدي، خصني انا باش نجر لي راسو، خصني انا اللي كنجر ليه ولينا خصو يدور. بلاتي بلاتي بلاتي، لا تلقي تلقي الولد، تلقي الولد، تلقي تا هو كيدور، غادي تجي تا هو معكس. يلا شدي شدي بحال تشدي شي حمامه كبيره، جري ليها بشويه هاكاك صافي. هذا الولد الثاني بلاتي نوريكم، ذاك الولد اللي غادي نعزلو دابا بشويه على راسو، لا شدها بشويه. كيف كنقولوا الخوت، انا بالنسبه ليا انا كنهضر على راسي كشخص ليا انا، البيستولي راه اوبليغاتوار ضروري. جبدي هذا الولد، هذا هذا هو الولد اللي غادي نعزلو دابا. حنا كنفاكسيو هاد الوليدات، حيت كاين واحد شويه الفاكسان غير شي شويه هنايا هاكوك. جري جري هاكوك، شتي اش كيزلق بحال كتشدي الزبده كيزلق. صافي صدي، هذا هو الوليد الخوت، هو هذا. حنا غير غادي نشوفو، مغيناش نحرمو من الحياه. واحد اخر كان عليه، واحد اخر غادي يذبحو، حنا ما غندبحوش، ما ذبحناش الخوت. راه تبارك الله راه ولا راه تبارك الله راه فيه فيه اللحم بزاف اللهم بارك. لا لا صافي، دير دير تماك، دير جبدي واحد لتحت، خليكم معنا نجبدو وانا معكم الخوت. ها هو الوليد هو هذا، بلاتي بلاتي بحال شاده شي فار ولا شي طوب، تلقي تلقي كتكرفسي بنيتي على الحمامه. شوفي شوفي انا كي كندير، شوف شوف دير البيستول عندك البرا، عندك البرا، هانتي هانتي غير العقل العقل خدبو، ما بقاش نتعنتت معنا. شديت لي رجلها وحكمتو، شتي هانت
واخا انت الخوت راه ماشي كنغوت عليه ولا شي حاجه، هانت صافي هو تشد وما نوركش عليه، ما نوركش عليه، غادير بحال الزبده. غادير ليه كنت بشغيه، عندك تبشغي ما تبركيش، ما تبركيش، تبركي عليه غادير بحال حلوه ديال لاكريم، راه بصح غادير بحال حلوه ديال لاكريم. صافي تلقيه في الطاجين ورجعي الطاجين لبلاصتو. حنا الخوت هادو الوليدات دابا هنا اللهم بارك، رجعي الطاجين لبلاصتو، رجعي سير سير ادفعي الطاجين. دابا فاكسينا أربعة ديال الوليدات، واحد اللي غادي نعزلو، الخامس هو هذا، راه عندنا وليد وليد اللهم بارك، الخامس هو هذا، هذا هو الخامس، وكلهم وليدات اللهم بارك. صح خليك هكاك، خليك هكاك، حطي يدك، حطي هكاك، كيف قلنا اللهم بارك وليدات صحاح هكاك، الجري راسو ها، كيف قلنا وليدات صحاح اللهم بارك، والله إلا كنتسنى بكرا. والله العظيم الا كنتسنى الخوت بكره صاي 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 هلك. دابا باقي لينا، باقي لينا على ما اظن جوج ديال الوليدات، خليكم معايا نجبدو وانا معكم. هذا راه خو المنفوخه من الاب ومن الام، هذا راه خو المنفوخه، وشوف الزغبه الخوت في دوك الصفوريه، في بزاف ديال الصفوريه هنايا، يعني الحمامه كي باش كتبين الصحه ديالها غير بهاد الصفوريه هادي، تلقاها هكاك تلقي فوق يدك، شوف شوف الصفوريه الخوت، ها انتوما شوف الجناح، شوف الجناح فيه الصفوريه انت والراس ديالو اللهم بارك، يعني هنا كتبين لك الحمامه الصحه ديالها. باقي لنا ولد واحد ان شاء الله غادي نجبدوه دابا. هادو حنا كنفاكسيو الخوت الوليدات الكبار اللي قلنا صافي ما بقى لهم والو، يتعزلوا باذن الله. باقي لينا انت رسيت هذا الخوت، هذا هذا خو السماغية اللي داخله في نهارها، خليك هكاك خليك غير هكاك، هذا خو السماغية شي بحالك تشدي، هذا الخوت خو السماغية هو الاخر داك الدفلي سيف بيد اللي ما كيقطر عليا، هذا خو السماغية، السماغية اللي داخله في نهارها هو هذا، هذا راه خو السماغية اللهم بارك، ها هو كيف كتلاحظوا شنبير غزال اللهم بارك. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين ونتلاقاو في الجمعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال الله يحفظكم. انا كنتواجدوا الخوت في دار الشباب ديال الجمعيه السنويه ان شاء الله. اليوم كان اونلوجي والحميمات ديال ثلاث الخصاص، ماشي الشاطئ الابيض، راه نقصوا لينا ثلاث الخصاص اللي كتعطينا 590 كيلومتر، والحمد لله راه لعبنا بجميع الاوراق، وان شاء الله غادي نبداو الخوت في كونستاتاسيون ديال الحميمات، والله يسخر الجميع لينا وليكم الخوت كاملين، اللهم يسير الجميع باذن الله. حنا غندوزو حميماتنا. خي زكريا عندي شي وحدين ما فيهمش لي باك مانيتيك وجبتهم معايا جداد داخلين في المدينة، لا يمكن محال، واش داخلين يمكن محال حيت جبتهم ما كانوش نشوف شي واحد، اييه نتبادلو انا وشي واحد. عندك عندك شي لي باك مانيتيك؟ راه نتبادلو كاع حنا بلا ما هكا. شنو عندك حمراء وخضراء؟ هكا حمراء وخضراء. عندك ثلاثة؟ راه ثلاثة لا عندي جوج. هكا سير ها حمراء وخضراء. عطيهم زكريا، عطيهم زكريا. هكا زكريا دياولو. كلشي تنجربو. هكا تنجربو. ها ما جوج. خليهم يجيبوك، خليهم يجيبوك. صافي هادو هما هنايا وهادو هنا. جمال. وي. صافي صافي. صافي حنا نبداو دابا إن شاء الله. جمال الحمد لله الخوت. كيف كتلاحظوا الخوت الحميمات راه؟ الصبيغة. كيف كتلاحظوا الحميمات راه كيشربوا؟ صافي لا هما هادو كل شيء هو هذاك، ونتمناو الخير للخوت في هذا المطيلق هذا يا ربي امين. ها ما كرهناش بكره الله الخوت، الا مازال كنتسناو بكره بفارغ الصبر، والله العظيم الا كنتسناو بكره بفارغ الصبر. تحيه الجمعيه السنويه الاخ جمال الاعلامي الكبير ديالنا ديال السله كامله، وتحياتي ليه اعلامي ديال السنويه كامله، وتحياتي ونتمنى الطليقه ان شاء الله تدوز بخير وعلى خير، والناس المكتبه هما اللي كاينين. ما كتبتيش لنا راسك. وانا واحد الانسان طياز ديال السله. البطل هو هذا ما تقولش. تحياتي. تحياتي. ونتمنى خير ان شاء الله في هذا الفو ان شاء الله الطليقه، نتمنى خير هذا الشيء اللي كاين. يلا خويا جمال هاك. نتمنى الخير. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين وتحياتي لكم، ومازال انا معكم لا تقطعوا ولا تستقطعوا. الطريقه ديال شرب الحمام، شوفوا الحمام واش كيشربوا مزيان او لا. الفيديو مشى خاوي خاي فيصل. لقيت راسي ما كنصورش والله العظيم، انا عاودت من جديد الخوت والله الا كتبقى عليا شوف شوف راه شنو نقول لك، ما علينا الخوت بانت الشرابات الخوت هما كنشربوا هنايا كيف كتلاحظوا ماشي بحال شي بعضين، كنقول لي كاين الحمام هو غادي يشرب هنايا وغادي يمشي ان شاء الله
ديريكتومون نيشان المطلق، ما غاديش يبداو يلعبوا به، يبداو يشطحوا به باذن الله. ها انتم الخوت، وغادي نوافيكم الخوت كاع بالفيديوهات ديال المطلق. شوفوا الماء الخوت، ها انتم المهم. هي عمره، هذه هي باقي ما عمرش هذا المعيل، فهادي ها هو الاخ عفو، تحيه ليه، هو هو اللي كيعمر لهم امها، هو كيعطيهم الحميمه حتى هما كيشربوا. ها هو غيزيد، شوف كي كيديروا وغيزيدهم. انا الخوت، ها انتم، ها انتم الخوت، دابا راه مخشم راسهم، راه مزيان دابا، دابا الامور طيبه لحد الساعه، ونتمناو الخير الخوت. هذا ما كان، ها انتم المعيل فات راه عامرين ومازال كيزيدهم الخوت، راه ماشي هادشي تمثال ولا كنمثلوا، الله كيشهد، راه ما كنمثلوش، راه اللي كيشوف في خلق الله عز وجل ربي راه كيشوف حتى هو من ناحيته. الله عز وجل قال لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هو راه ماشي غادي يشربهم، راه الناس كيشربوا دابا القطوط في الشوارع الخوت، الا لاحظتوا كاع عباد الله كيشربوا في الشوارع، كيعطيو القطوط يشربوا، علاش؟ باش يدي واحد شي شويه ديال الاجر. انا الخوت الحميمات غادي يمشيو شاربين ان شاء الله، يوصل البوانت لاشي يرتاحوا، الامور ان شاء الله غدوز زوينه. بالنسبه للاخ فيصل، وهذا الخوت، وهذا الاخ فيصل، شي كلمه خفيفه اخويا فيصل، الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم خويا جمال. مرحبا خويا فيصل. مرحبا، الله يحفظك. السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، الله يحفظكم الخوت. كما تلاحظوا معنا الاخ الهواري، خويا زكريا عفو، مروان الموالع ديالنا، الخوت فري الغياط، يونس ميروش البطل ديالنا حتى هو راه حاضر. كما تلاحظوا معنا الحميمه تنجمعهم المطلق ديال ثلاث الخصاص، ونتمنوا التيسير. خونا عفوا هو راه تاي الله يسخر ليه، حتى هو راه خدام معنا، ونتمنوا التيسير في هذه المنطلقه هذا اللي تتعطي المسافه ديالو تتقدر ب 590 كيلومتر، ونتمنوا من الله التيسير للسلاويين كاملين ماشي غير الجمعيه بوحدها. تنتمنوا يكون المطلق ناجح، ما فيه لا كسور لا والو الخوت. كيف تتعرفوا هذا المطلق الاخير راه دازو قاصحين شويه على المواليع، راه كاين بلا ما ننافقوا، كاين اللي بدا تيحيد الحمام كاع كره الولاعه بهذا المطلق هذو اللي دازو قاصحين. ونتمنوا التيسير للخوت كاملين، هذا الشيء اللي كاين، والله يوفق الخوت كاملين. هاكا فيصل، الله يحفظك. هذه كلمه الكونفويور ديال الجمعيه السلاويه، هذا هو فيصل بن ماسي الخوت اللي كنذكر لكم، وماشي كنصبغوا، راه كنقولوا اللي كان الله كيشهد علينا انه كيتهلا في الحميمات، كيتهلا في حمام عباد الله. سامعكم، كيداير بخير؟ الله يعزك، الله يبارك فيك، الله يحفظك خويا يونس. كيف قلنا الخوت كيتهلا في الحميمات، كيشرب مزيان، كيوكل مزيان، يعني كيرد البال الحميمات، يعني كيعتني بالحمام ديالو اللي ماشي ديالو. والله العظيم الخوت راني كنحلف بالله، ونتمناو الخير، والله يرحم ليه الوالدين كيف قلنا، ونتمناو الخير. ومازال غادي نوافيكم بالفيديوهات الخوت في البوان دلاشي ان شاء الله، في محطه الاستراحه ديال الحمام ان شاء الله، نشوفوا القضيه ديال التوكال، نشوفوا الاكل اللي غادي يقدموا لهم، ونوريكم كل شيء ان شاء الله باذن الله. والحمد لله، وان شاء الله منين نشوف منين وقفه الجمعيه السلويه كل شيء غادي يدوز باذن الله بخير وعلى خير. انا الخوت صنيطقه ديالي هما هادو الجوج، البيكاله ديالي ها هي هذه اللي حدا البونيه الصفراء هي هذه، والحمد لله الامور بخير. نمشيو عند الاخ هواري. زكريا، زكريا، هذا هو الاخ هواري. اجي الهواري، سلام. شي كلمه خويا الهواري. السلام عليكم، وتحياتي للاخوان كاملين، وحنا في المقر ديال السلاويه، وتحيه الاخ عفو خويا يونس، الناس ديال المكتب، اكثر الناس ديال المكتب والغياط مورات، ونتمناو ان شاء الله بسم الله يكون خير، نتمناو خير. المهم الحمد لله، كنبغيو نتولعوا في الفول كرون فون، الحمد لله تولعت العماده في الكرون فون، الحمد لله الحمد لله. سنين ماشي عاده خي جمال، سنين ماشي عاده ما كنتولعوا في الكرون فون. بكره لا بكره، المهم حنا راه شفنا كاين اللي ما شافهاش استجابه، فهمتيني؟ والحمد لله. ها؟ والحمد لله، شوف. أنا باغي نبنى في التلفازة. إن شاء الله هذا عفو. المهم السي عفو باغي يلعب المسافة. باغي نبنى في التلفازة. والسي عفو كيبغي يلعب المسافة، ولكن الحمام ديالو كيخاف عليه. لا كيخاف على الحميمات. على التلقى هذه ما بغاش يهز. باش غادي يأهل الحمام الكرون فور العام الجاي بيجونو. العام الجاي إن شاء الله ألف مرة. هاكا السي كمل معاه. لا كمل أنت اللي باغي تبنى في التلفازة. خذ أخي مين، خذ أخي يونس. تحياتي للإخوان كاملين. حنا كنتواجدوا في المقر ديال الجمعيه السلاويه، تنجمعوا الحمام للسباق اللي كنا معولين نلعبوا سباق ديال البرج، اللي ولينا في سباق ديال 560، كنا نلعبوا الشاطئ الابيض، المهم 680 670 ولينا في 560. هذا الشيء هذا ما كيدارش في الفيتاس والدوميفو، الناس ديال الفيتاس والديمو الدوميفو كيوفروا لهم
كاع الوسائل اللي كيحاولوا يخليوا لهم الحمام ديالهم اون فورم في السباقات ديال فيتوس دومي فو. تيجيو لهاد السباقات ديال الفون اللي خاص الحمام يكون فيهم مرتاح اكثر، عاد هما تينقصوا لك من الكولوار، يديروا لك ثلاثه الصفوفه في الاخر في الكاميو. اما فيتوس دومي فو تيكون الكولوار، الحمام يقدر ياكل يقدر ما ياكلش، يقدر يشرب يقدر ما يشربش كامل، يقدر يشرب حمام دفلان حمام دفلان ما يشربش. احنا راه شفنا كلشي وشنو وقع، الحمام داو جيت الصدورات تيوكلوه. هذا الحمام كنديروا نحافظوا ليه على الراحه ديالو، وكنديروا نطلعوا ليه لا فورم ديالو في البانيه. واحد الكلمه خايبه، وحنايا راه مبتدئين، يعني هذا الشيء هذا راه خاص يقولوه الناس اللي سابقيننا ماشي انا نقوله. الحمد لله ما عمرني سكت انا كنهضر في الحمام. خي جامل واحد الكلمه نقول، علاش اصلا الحمام ديال الاختصاص كتعطيو حقه قيمه زايده، كتصيفطوا الحمام خفيف الكولوار كلشي مريقي الامور الكاميو غادي فين وصل الكاميو، علاش كنوصلوا حنا للكرون فول الفو صافي الارسال كيقطع كيعلق الارسال، علاش؟ علاش؟ احنا بالنسبه لي انا كنهضر كالهواري مصطفى من مدينه سنه، حمام اختصاص راه حيدته انا صافي حيدته، انا دابا غندور للفو الكرون فو الله يرحم بيرو. بالنسبه للفو والكرون فو عطيو قيمه في مدينه ساله وفي الرباط وفي قنيطره وفي كل شيء، عطيو قيمه للكرون فو. السلام عليكم. الله يسخر اخي جمال. ان شاء الله ان شاء الله خويا مصطفى العام الجاي ان شاء الله راه كاين واحد البشره ساره باذن الله، ونتمناو الخير هذا ما كان. انا الخوت كيف كتلاحظوا، يلا نخليكم الخوت. خويا العزيز مرحبا، حتى انت تندخل بكره راه باقي كتسناها 18 يوم دابا 18 يوم مازال كنتسنى بكره. نعم ما علينا، ايوا حنا باقيين كنتسناو بكره، هذوك الناس خرجوا علينا ما كنسبوهمش، ياكلوا الخبز هما كياكلوا الخبز، تنقولوا الله يسمح لهم، هادشي اللي كنقولوا الله يسمح لهم، واخا الله عز وجل الله اعلم واش يسمح لهم ولا لا، ما نكذبوش على الله، الله اعلم. واحد القاوري يجي كيتسارى كيطل. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين وخليكم معنا كيف العاده، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. خويا زكريا شي كلمه. واش اخي جمال هانيه بخير؟ كلشي هاني، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. واخي جمال نتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله، ونتمنوا الاخطاء اللي دارت ما تعاودش ان شاء الله، ونتمنوا التيسير هذا ما كان، وحظ موفق للجميع، نسال الله اليسر والتيسير. ولا كان ما باغيش يتصور. يلا تحياتي. تنط الفرنسي هكا كنسمع الفرنسي ديال الاخ زكريا. اجي اجي شد ليا شد ليا هكا شد ليا هكا. نسنتو الاه. 600 كيلومتر فول دوازو. Il va participer à ce concours. Alors, comme je vous ai dit, le magnifique est aligné aux séries du pigeon. Il va être aligné à jamais avec ce série. Alors, dès que ça s'appelle le logement, on loge ce pigeon pour participer à ce concours. Il sera, ça veut dire, il sera logé dans l'appareil, le MC. Le participant va à son domicile et comment dirais-je, il enchaîne son MC avec une table. Dès le retour du pigeon, qu'il pose son pied sur cette table, il sera déclaré. Il sera déclaré comme ça. La série, l'heure et la date, la vitesse et tout ça. Et ainsi de suite. On prend l'MC, ça veut dire l'appareil de réception de chaque participant, on va les stocker dans un PDF et on va les classer par vitesse, distance et vitesse. Ça donne le classement. Pour 600 km, combien de... 600 km, on peut aller à peu près une journée et demie. Une journée. C'est si jamais... On va dire le météo, ça veut dire le climat, le vent. Ça veut dire si jamais on a un vent de bec, ça va être un peu difficile pour le pigeon. Mais si on a un vent de dos, ça aide les pigeons à arriver. Si jamais on a ce qu'on appelle le rafale, ça veut dire le vent qui va perturber les ailes du pigeon, ça va être difficile. Alors c'est toujours, à chaque concours, a ses spécificités, et ces spécificités donnent des pigeons d'une qualité donnée.
si jamais on a un concours plus ou moins difficile avec des rafales, vent de face et tout ça, et le pigeon traverse toutes ces distances et toutes ces difficultés et parvient à participer, à déclarer et fait des bons résultats, ça veut dire que c'est un de qualité et de race supérieure. Alors, voilà, et ça coûte plus ou moins cher. Voilà. الله يرحم لكم الوالدين الحمد لله نتمنوا الخير حميمات كيف كتلاحظوا ما كيشربوا انا الخوتين امي شوف شربها يا عامره هنا نعم الله يرحم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين يلا ونسيت الخلاص والله الا نسيت الخلاص والله يلا الخوت تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير والتيسير ونتمنوا الخير للجميع ان شاء الله الله يسخر الجميع باذن الله أو واحد الفريق الخوت هو انا الخوت من الاولى عشيه فريق ديال شي واحد ما لاعبش ونتمنوا الخير والتيسير يلا الخوت تحياتي لكم والى فيديو قادم بحول الله وخليكم غدا ان شاء الله خليكم معنا غدا باذن الله نتمنوا الخير وان شاء الله ربي غيجيب الخير وان شاء الله نتلاقى ديدو زوين باذن الله لان بعدا واحد الحاجه غنقصوا المسافه راه ما بقاش ديك 680 ولا 700 كيلومتر دابا غير 500 وشحال و90 590 يلا تحياتي لكم الحمد لكم الوالدين تمنوا الخير والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وغدا ان شاء الله راني معكم باذن الله الاولى عاوتاني في السطح كيف العاده وان شاء الله اللي ديكلار الاول غادي نمشيو لعندو نديرو لي كونترول وغادي ندير معاه فيديو في هذا المطلق هذا باذن الله تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحيه لخويا عمر الخوت كاع اللي سمحوا لي الخوت كاع اللي كيحبونا في الله الله يرحم لهم الوالدين شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.